هنأ مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة المصرية قادة وضباطا وجنودا وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الحبيبة. ووجه مفتي الجمهورية التحية إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وإلى الشعب المصري المدافع عن تراب وطنه، مؤكدا أن تحرير سيناء ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والجهد والمثابرة حتى استطعنا تحرير آخر شبر من أرض مصرنا الغالية.